السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبنا لكم هاتف رادمي نافتي. الهاتف هذا هو يدير الوقت الحالي يدير 3,150,000، يفيلمي بالكاميرا الأمامية 1080 FPS. الهاتف هذا يا اللي راه يشريه على جل الكاميرا ما دارش لافير باسكو يتقطع بزاف، والجودة تاع الكاميرا كي دنا ليها وتعاود تروح تلقى يجي الضو ويزيد يعاود يروح، يعني ما ننصحكش بهذا الهاتف بالنسبة إلى الكاميرا. أبقوا معنا ما تروحوش، نروحوا إلى الكاميرا الخلفية ونزيدوا المعالجة على الهاتف. وإلى راك انتايا زائر جديد ما عليك، تشترك في القناة وتشعل جد يمات الجرس باش يلحقك كامل جديد، وزيدوا بارطاجيو لي فيديو وعدوا مع احبابكم باش تكبر القناه هذه. ابقوا معنا ما تروحوش، راكم تشوفوا في الضوء راهو يزيد وينقص مانيش عارف، هذه هي الجوده تاع الكاميرا تاع رادمي نافتي. ابقوا معنا ما تروحوش. السلام، الكاميرا الخلفيه 1080 FPS. الكاميرا تقدم اداء متوسط بالنسبه ليا، وبالك كاين اللي يشوفها مليحه وكاين بالك اللي يشوفها عيانه. انا ما عجبتنيش الكاميرا تاعو من الاخير فروم ذا لاست. ابقوا معنا يا ما تروحوش، نروحوا الى مراجعه الهاتف وراح تكون المراجعه هذه سريعه. سلام. بسم الله، نتكلوا على الله في المراجعه تاع الهاتف. الهاتف هذا جبناه فيه زوجة، كاين 464 وكاين 628. نذكركم بالسعر توجور اللي هو يدير 3,150,000. بسم الله وتكلم على الله. هذا سيليكون تاعو مليح بصح مستحسن، تشري واحد اللي تشريه برا خير من اللي يجي في التليفون. الهاتف واش راه يقول لك؟ يقول لك فيه 48 ميجا بكسل، والباتري فيه 6000، والادابتاتور اللي يجي معاه 18 فاست تشارجين، والبروسيسور سناب دراغو 662، والكرو كبير شويه 6.53 فول اتش دي بلس. بعدك نشوفو الهاتف، يجي معاه الكابل ديالو تايب سي USB، ويجي معاه هادي الادابتاتور. الادابتاتور راهم يكتبوا لك 22 واط ماكسيموم، هو 18 واط. نشعلوا الهاتف ونبداو بالمراجعة. شكل الهاتف هاوليك، عجبني فيه، جاي اللوغو مغرافيا رادمي، وفيه 4 كاميرات هنايا عندك، 3 مع فلاش، وجاي كاميرا وحدها، هاديك سور تاع الديب. نشعل الهاتف، نشعل الهاتف، استعملنا الهاتف، استعملنا في الألعاب، قدم مستوى مليح. باش تفتح الهاتف فيه بزاف، فيه لومبرانت تاعو، تفتح بلومبرانت وفيه فيس اي دي. مميزات اللي في الهاتف هذايا، فيه لومبرانت في وين تشعل وتطفي، وفيه الفيس اي دي. نبداو بالمراجعه تاع الهاتف. فيه 4 كاميرات، الكاميرا الاولى 48 ميجا بكسل بفتحة 1.8، والكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة 2.2، والكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.4، والكاميرا الرابعة 2 ميجا بكسل بفتحة 2.2. هذا الهاتف يفيلمي 1080 FPS، وكما سيناها فيها تقطع شوية الكاميرا تاعو، لازم تفيكسيها باش تقدم لك أداء مليح. اما الكاميرا الامامية، الكاميرا الامامية هي 8 ميجا بكسل بفتحة 2.1، وتفيلمي 1080 FPS. انتهينا من الكاميرا، نشوفوه هو من برا كيفاش. يوجد في الاسفل
يوجد في الأسفل الهاتف السماعات الخارجية وزائد تايب سي، ومن الجهة اليمنى راح تلقى الميكرو، وفي الجهة اليسرى للهاتف راح تلقى دو بيس زائد ان كارت ميموار. وفي الجهة العلوية للهاتف راح نلاحظوا ان سماعات خارجية وزائد سماعات الاذن 3.5 مع المايك. هذا الهاتف فيه زوج سماعات الخارجية، واحدة نلقاها من اعلى الهاتف والجهة والاخرى من اسفل الهاتف. ونلاحظ في الجهة اليمنى للهاتف يوجد زر التشغيل وفي نفس الوقت بصمة الهاتف ليكتور دو براند. أما الأزرار الأخرى فهي للصوت. نمر إلى جودة الشاشة. جودة الشاشة هذه IPS LCD بحجم 6.53 ب 1080 على 2340 بمقياس 19.5 على 9 بمعمارية 395 في كل إنش، وجاب طبقة حماية كورنينج غوريلا جيل الثالث. أما البروسيسور تاع الهاتف هذا فهو سناب دراجو 662. أما في ما يخص البطارية تاعو فهي 6000 أمبير، مليحة كافية، والأدابتاتور تاعو يشارجي 18 واط. إن شاء الله تكون عجبتكم مراجعة الهاتف، والسلام والرحمة والبركة والإكرام.